أوكي، مرحبا، معكم أستاذ راني أحمد. هذا درس دائم 30 من دروس TCL على TK. هون بدنا نحكي عن الاتصال في قواعد بيانات على طريقة SQLite 3، اللي هي في منه SQLite 2 وفي SQLite 3، فرق بس الفيرجن، ومش مجرد انه بس فرق فيرجن، في فروقات اكيد، بس انا ما راح افوت كتير في الفروقات. انا كل القضية بهالدرس انه راح نورجيكم كيف توصل لقاعدة البيانات وكيف تطلب منها معلومات. اوكي، وطبعا كل هذا عبر لغة TCL TK. طيب، هلا مبدئيا بدنا نشوف شو الأدوات المطلوبة، نفهم شو SQLite شوي، وبعدين بنكمل في الاتصال، ونشارجيكم كيف ببساطة ممكن أحط أنا معلومات في قاعدة بيانات، أحط معلومات طبعا وأشيل معلومات أجيبها وأستردها من قاعدة بيانات. طيب، هلا بيكون عندي اولا لازم تنزل هذا البرنامج. اوكي، هو في كتير مثله، بس هذا انا لقيت افضل واحد لحد هلا. هذا اسمه SQLite Studio. هذا بيقدر يعمل يعني يخلق لك ملف، بيخلق لك داتابيس، بيخلق لك قاعدة بيانات بتكون طريقة SQLite 2 و SQLite 3. طيب، هلا اولا خلينا ناخذ فكره شو SQLite. عاد بحكي لكم فتره ومش عارفين عن شو عم بحكي. SQLite منها طريقه اتصال عبر الانترنت لتجيب ملف و يعني ملفات لقاعد البيانات. عاد كيف يعني؟ منها مثل طريقه الماي اس كيو ال، بتفوت انت وبتتصل، بدك تحط اي بي الجهاز او عنوان الجهاز، بتحط اليوزر نيم وباسورد، تحط اسم مستخدم، كلمة السر تبعه. لا، ما في من هذا الحكي. هون الطريقة، هلا ما حدا يزعل، بس هي مثل الاكسس، بس مش اكسس. الاكسس انت بتستخدمه مايكروسوفت اكسس، بصير عندك ملف واحد وفي كل قاعدة البيانات، بس هناك طريقتهم صايرة مش اس كيو ال حاف. عرفتوا كيف؟ مبنى مبني على معايير الاس كيو ال المعروفة، الاس كيو ال ما بعرف كم 94 او 99. يعني الفكرة انه ما مبني على قواعد الاس كيو ال اللي بنعرفها في ماي اس كيو ال وفي اوراكل وفي كتير وفي بوستجر وسايبيز، كل هالقواعد البيانات المهمه المعروفه في العالم، مستعتمد على نفس المعيار، على نفس الستاندرد زي ما بقول بالانجليزي. طيب، كيف بنحصل عليه؟ اللي عامله اسمه باول سلوى. اوكي، هذه موجوده في الاباوت، وموجود في يعني انا راح انسخها وافرجيكم. اولا على مكبر شوي العنوان اللي هو sqlitestudio.pl. اوكي، طيب هلا شو حلاوه هذا البرنامج؟ انه مستقل عن اي تحزيم، عن اي شيء، ما بحاجه لاي نوع من يعني كيف بدي اقول لكم، يعني هو بيجي بملف واحد خلص، يعني لا بده لا تعمل انستول، لا تعمل انستول ولا كل الاساس، هو بس ملف واحد. عندنا بيونكس ببساطه بينزل عندي. هلا انا حاطه الملف عندي، خلينا نفتح هيك والالس لهذا تلدا يعني من الهوم دايركتوري، منزله انا بالداونلودز وعامله SQLite Studio. اوكي، شايفين الاخر اصدارها هي 2.1.4. ف اوكي، فاذا بيطلع عندي هيك دوت 4 بن. هلا انا هون شو بعمل له؟ شو بقول له سي اتش مود على لينكس على اساس بلس اكس، بعطيه اكسكيوتابل يصير يشتغل. بعدين لو بده يشتغل اول شيء بتحط له انه المسار تبعه، بتعمل انتر او تفتح عندك في القوائم، تعمل رايت كليك هون، بتعمل اديت منيوز وبتزيد لك رابط بصير عنه. كل ما يجي تحديث طبعا هو راح ينزل لك بن تاني حد البن الحاليه،
ويس ملف بن تاني، هذا هو ملفات البن، هي ملفات شايفين كل اس كيو ال ستوديو. فكل ما يجي تحديث بحط لك بن جديد، حد البن القديم بيحمل لك اياه هو لحاله، عنده طريقه بيبيع بيكشف الاصدار الجديد. وهون منه انه يعني ما في، ما تعطي الهم قصه الاصدارات، كل ما يجي اصدار جديد كتير مستقر كتير نظيف نزل الاس كيو ال ستوديو. بعدين يعني عم فرجيكم في الاخر بتقدر تحط هيك اشاره هون بس بالبروجرامينج، اذا حبيت مثلا تحط فيه الاس كيو ال ستوديو، بس تكبس عليه بيفتح الاس كيو ال ستوديو. ماشي، وعم بيقول لك هو هون انه الواجهه منيحه وبيقدر يشتغل على كل الانظمه. لاحظوا هون مكتوب رنز اون ويندوز على كل الاصدارات من 95 لحد السبعه كويس، ومع لينكس وماك او اس اكس، يعني ماك او اس 10 كويس، والسولاريس وفري بي اس دي، وبيشتغل على باقي انظمه لينكسات، لان النظام اصلا تقريبا صار مفتوح المصدر. اوكي، وبيقبل كمان لغه عربيه يعني بهمه، لانه فيه يونيكود يو تي اف 8 يعني فيه يونيكود. تمام، وهي مفتوح المصدر جي بي ال 2. تمام، هلا طبعا هو مكتوب باشياء العلاقه بلغتنا تي سي ال. هون شايف كيف الزلمه هون كاتب انه بيعتمد على ستي ال. هلا ما بضيع كثير وقتي الفيديو وشرح شو هو يعني عن البرنامج، بس مجرد عن البرنامج، مش جاي اعمل دعايه هون. بس لما ابلش بتشغيل البرنامج باجي بقول هون بعمل اد داتابيز. تمام، هلا ينصح انك تحط الداتابيز بنفس المسار اللي حاط فيه سكريبت، يعني ملف سكريبت والداتابيز، لانه راح يخلق لي ملف هو لا في اتصال. بعملش كرييت داتابيز مثل ما بعمل في الماي اس كيو ال، بعمل كل هذا الحكي هون دخل دغري بيفتح لي ملف كويس. هو بيركب فيه التيبلز وبركب فيه يعني جداول، اعذروني على العربي والانجليزي، بتحط فيه الجداول، بتحط فيه كل المعلومات، وفيه شايفين هون في التريجر، يعني اللي هي زي اللحظات، يعني اذا شاف شغله بيولعها يس. فالتوليعات هاي خلينا نقول اللي هي بتخلي الشغله اللي مثلا اندخل شغله على الداتابيز شو بلحظتها ممكن يصير. فالتريجرز هاي كمان موجودين، يعني في هيك نظام بيعتمد على طريقة ملفات مش على طريقة قواعد بيانات اللي هي مربوطة على الانترنت وهيك، طريقة سي بي اي بي يعني. فإذا أنا راح أقول له بدي الملف، راح أفتح هون اد داتابيز، راح فوت أنا مطرح ما أنا عم سجل الفيديو تبعي، وبحط على أنا حاطط هون بحطه مع الكواد مع اللسون كودز، وبعدين بقول له اوكي بس اشوف هون اوكي. هلا هون بدي اسميه، طبعا منصوح انك تسميه بطريقه تكون فيها هيك دوت اس كيو ال لايت 3. تمام، احنا بدنا هيك نحطها، فبحط له دوت اس كيو ال لايت 3، انا بحب هيك احط. فبحط مثلا مثلا شو بدنا نحكي، خلينا نفترض انه شوب. اوكي، عندي شوب دوت اس كيو ال 3. تمام، وبقول له اوكي ماشي. وهلا هو بيخلق لي اياه، بيعمل جنريت اوتوماتيكلي، يعني بيخلقه على السريع. تمام، وهذا داتابيز فيرجن، وبقول لك خلي، بتقول له انت خليه دائما محفوظ، وبتقول له اوكي. هلا لازم يطلع عندي الداتابيز الجديده هون مثل باقي هدول. تمام، هلا وبعدين شغله منيحه في طريقه الاس كيو لايت، اذا كان عندك موقع ومجرد سي ام اس، يعني مجرد لل هذه بس شغله ما لها علاقه بالبي اتش بي بس لها علاقه فيك اس كيو لايت، انه ما دامك عم تحطه بملف وعندك شيء زي سي ام اس، عندك شيء بس انه زي جرايد وهيك، ما في عندك شيء زي التحديثات الكتيره اوكي، بتحطهم باس كيو لايت، ما بدك ماي اس كيو ال. واذا كنت عند ناس
هن اللي بتصرفوا في الداتابيز، مش انت، ما لك انت ايد فيها. هن ممكن يطفوها ما يطفوها للخدمة، هيك يعني بكون هو الفايل، ان كان طف السيرفر ولا ما طف السيرفر، بضله انترنت، بضل الموقع شغال ومبين طبيعي وبدون اي مشاكل. طيب هلا بفتنا عليه، تمام، وهون بكبس على التيبلز. تمام، هلا شوف شو بعمل انا. طبعا هذا الفيو اللي هون شايفينه مش الي، مش تبع الحالي، فانا بسكر هدول ما انا عايزهم، رايت كليك عليهم، بسكر هيدي كمان، تمام، وهيدي كمان بسكرها ما لها لازمة. طيب هلا لما افتح انا المفروض يكون عندك هيك، بجي بقول له نيو تيبل، تمام. هلا عندي محل، هلا انا مثلا بدي نعمل شيء زي طريقه الكاشير الموجوده هناك، بس انا بدي اعمل شيء من اول هيك بسيط وسريع وفاهمكم اياه على الطاير. كويس، عندي الجدول مثلا بدنا نسميه هون ايتمز او ايتم. كويس، وبزيد بزيد هلا كولومز، بزيد اعمده في الجدول، فبقول له اد كولوم. هلا بنقول له اول شيء الاي دي والداتا تايب، بدك تحطها كابيتال انتجر. انتبه، كابيتال انتجر بتعطيك هون انه اوتو انكريمنت، بتضل تعمل لك رقم بيكبر، تمام، وبرايمري كي بتحطه، ماشي. بعدين بتقول له هون كونفيجر، بتقول له زر الكونفيجر بفوت عليه بقول له اوتو انكريمنت، تمام. اوكي، واذا صار في كونفليكت شو بصير؟ ريبليس، فيني اعملها هيك اون كونفليكت، بصير عنده ريبليس، يعني بكون رقمي انت عم بتدخل على ذات الرقم، بصير بمطرح هذا الرقم بيعمل له مطرح هذا السطر يعمل له ريبليس، كيف بدي اقول، بحط محله بالداتا القديمه، هيك بعمل لها تحديث يعني. هلا ما راح العب فيها هاي، بقول اوكي وبقول له نال، بقول له اد. هلا بزيد له مثلا النيم، اوكي، وهذه بتحطها انا بفضل دائما احطها فار تكست، قصدي مفتوحه، تمام، واد. كمان راح ازيد فاليو تاني، قيمه تانية اللي هي مثلا البرايس، طبعا هذه راح احطها انا نيوميريك، تمام، واد، او بلاها نيوميريك، خلينا نعمل شيء ابسط شوي، طلع انتجر انت عادي هيك، ماشي. الانت العادية هاي هي اللي منها بتعملش فيها اوتو انكريمنت، اوكي، وبتقول له اد. هلا صار عندي الايتمز او المحل عنده اي دي ونيم وبرايس، اوكي. هلا بقول له شو كرييت، هلا بفوت على الايتم بتلاحظها بيانات الداتا، وهي الداتا اذا بتكبس هون شو اسمه. هلا شو راح اعمل انا هون؟ اد كاستم نمبر اوف روز، فبقول له انا مثلا بدي احط له خلينا نحط مثلا شي ثلاثة، اوكي، وخلينا اربعة، يلا ماشي، اوكي، وببلش بعبي، تمام. هلا هون مثلا فود، اوكي، مثلا 30، هون بقول له كلوز يعني تياب، مثلا 20، هون مثلا بنحط مثلا تولز ادوات 70 مثلا او 40 مش مشكلة. وبعدين عندي مثلا مادة تانية شو مثلا، خلينا نقول كار، لا مش كار، خلينا مثلا نقول ديترجنس،
وظيفات عندنا مثلا هون عليها 60. اوكي بس اخلص بقول له كوميت. هلا هو لحاله شفت كيف عطاك الارقام بشكل تلقائي. ماشي حط 1 2 3 4 اللي هلون اوتو انكريمنت هدول على السريع. طيب هلا بروح انا بشوف عندي في ال اخي اتاكد هون هذا مش الفايل اللي بدي اياه. بروح هون وشايفين عندي هون ملف اسمه شوب اس كيو الايت 3 هذا اللي انا عم بشتغل عليه. طيب انا السكريبت تبعتي اللي انا عم بشتغل عليه حاليا هلا اوكي هي هاي اوكي وانا فاتحها هون اوكي. طيب هلا احنا لحد هون بنكون فينا نقول انه اس كيو الايت ومهمه الاس كيو الايت انتهت، صار عنده جدول، صار عنده فايل، عنده كل شيء. هلا علي انا احضر التسيل لحتى هذه مره كلهم هذا بتعملوهم مره، يعني مجرد خلص صار عندي الملف، صار عندي الاتصال، خلص بحضرهم مره وخلصنا. بس بصير بقلب كود التسيل انه كل مره بدي اقول له انه في عندي الملف الفلاني وبدي اتصل فيه وهيك. بس جهاز الاتصال او طريقه الاتصال بدنا نعمل التالي. اولا بلينكس بديبيان لينكس بيكون جاهز، وبالماكنتوش كمان بيكون جاهز انا متاكد للتسيال، بس انه جاهز جاهز يعني اذا مش جاهز بالديبيان بتروح بتنزله. هلا انا بحب انزل الاكتيف ستيت تسيال ومظبط كل شيء على هذا الاساس، وانتم احضروا الدرس تبع الاكتيف ستيت بيكون اللي هو كيف بتنزل التي سي ال. بس على فرض انه نزل تي سي ال بعمل هيك. اولا طبعا لازم يكون عامل تيك اب ابديت تمام، بنطر هي فوق عندي طلب السيرفر تمام بينزل لي كل شيء وبينزل اس كيو الايت 3 وكل شيء. بس هلا عشان اتاكد انه نازل ولا لا باجي بعمل تيك اب انستول، هيك بكون بنزل حبه وحده تيك اب انستول اس كيو الايت 3 شايف بقول لك ريزولفينج هذا اوريدي انستولد ريبوزيتوري. ماشي يعني نازله. طيب هلا واذا بدي اتاكد عن جد انها نازله بشغل تي سي ال شيل وبكتب باكج ريكواير اس كيو ال لايت 3 عفوا سين حرف الاي فلازم يطلع رقم الإصدارة معك هون. ماشي راح اعمل كنترول دي هلا. طيب السكريبت اللي عم بستخدمها فيها شو؟ فيها وش، يعني عم بستخدم هون المحرر عندي هون محطوط وش، يعني انا راح يطلع عندي برنامج فيه واجهه رسوميه. اذا كان انت بدك برنامجك مثل ما حكينا من الاول انه يكون فيه تي سي ال بس حاف بدون واجهه رسوميه حط هون شو تي سي ال اس اتش اوكي يعني مثل هيك. طبعا بدك تحدد المسار تسأل على كله مش قضيتنا هلا، قضيتنا هلا الاس كيو لايت 3. هلا هيك معناها صار مجهز الاس كيو لايت 3 حتى يشتغل ونحن نستخدمه كتليفون اللي بيحكي مع ملف الاس كيو لايت 3 اللي هو شوب دوت اس كيو لايت 3. طيب شوب دوت اس كيو لايت 3 عشان ما تكونوا مش واضحه الامور لكم، هذا هو الملف اللي بنحكي معه. طيب السكريبت اتفقنا لازم تكون بنفس المكان اللي فيها ملف الشوب دوت اس كيو لايت 3 اوكي. طيب هلا كيف ببلش؟ هلا مثل ما كنا نعمل كونكت في الماي اس كيو بدنا نعمل كونكت، زي ما كل شوي عم بقول لكم بدنا نعمل كونكت بدنا نعمل كونكت ومجننكم بعد شوي. بس بدنا نعمل هيك باكج مثل ما عملنا من شوي
require SQL لايت 3. ماشي. هلا اللي بعدها شو بنعمل؟ بدنا نحضر شيء اللي هو يعني احنا هلا قلنا له جيب لي التليفون، هلا بدي ابلش اتصل. اوكي، فكيف ببلش اتصل؟ في امر SQL لايت 3 بخلق كوماند هي اسمها DB، انا بسميها هيك، بس فيك تسميها بدك اياها، بس انا بس بفضل تضلكم تستخدموا هالاسم لانه يعني بيعني الكلام. دي بي سي ام دي يعني داتابيس كوماند. اوكي، وبعدين بتقول له مسار الملف. هلا ما دام الملف والقاعده السكريبت تبعك والقاعده بيانات بنفس المجلد، تعمل دوت سلاش ونقول له شوب، عفوا شوب دوت اس كيو ال لايت 3. اوكي، وبنحفظ هيدي. طيب هون شو بكون عملت؟ انا بكون عملت كوماند، هيدي الكوماند اللي احنا بعدين حنستخدمها، اللي هي زي الكونكشن فاريبل. اوكي، زي الكونكشن ديسكريبتور اللي هو يعني زي هو اللي بوصف للاوامر وكل شيء. هلا بنشوف كيف احنا راح نسرد كل اللي فيه للشوب. اوكي، هلا بدي اعمل اولا كويري. ماشي، واعرض فيها المعلومات او ايه اللي بدي اطول فين طول منها كل المعلومات الموجوده في قاعده بيانات. فالكويري راح اعمل على الطاير، فبقول له set دولار set query بتساوي select star from item، يعني جيب لي كل شيء موجود في item. ماشي، يعني هلا بطريقه الماي اس كيو ال هون كان بقول له سلاش يو يعني استخدم الداتابيز او يوز داتابيز هيدي شوب اس كيو ال 3، وبعدين بجيب كويري وبطول منها اللي بدي اياه. طيب هلا كيف ببلش اطول؟ بقول له دي بي سي ام دي اوكي وايفال، بعدين بقول له دولار الكويري، يعني بحط جملة الكويري بعد كلمة ايفال. طيب هيدي لحالها هيك ما كافي، بدي اطولن للداتا، فبفتح اوس وبسكر اوس. بعرف شوي غريبة بس هي هيك الطريقة. هلا طيب كيف اطول الداتا؟ هيدي لحالها هي بتعمل روتيشن، على بتعمل دوران على كل وحدة بالقاعدة البيانات. ماشي، هي لحالها فيها منها وفيها الفور لوب. اوكي، بجي هلا انا شو قلنا بالاس كيو لايت؟ قلنا في عندي اي دي ونيم وبرايس، مش اسميهم اي دي ونيم وبرايس. بالكوماند هون بصير في عندي دولار اي دي، عندي دولار برايس، وعندي دولار نيم. ماشي، دائما هيك هو راح يسرد لك ان انت ما عليك. فاذا شوف شو راح اساوي فيهم هون. راح نعمل set row اوكي بساوي بعدين بالاول كمان بدي بلش بالدولار رو فاضي عشان set دولار رو set row عفوا فاضي. ماشي، هلا بجي بقول له set row هي الدولار اي دي، الاي دي ان الدولار نيم، دولار برايس. اوكي، وبحط هون كمان سلاش ان على اساس يكسر. اوكي، وبحط له دولار رو.
فهيك بزيدهم على بعض وبسيف انا هون. بعدين بقول له تي كي مسج، عفوا تي كي مسج بوكس ماينس مسج دولار رو، بسكر. هلا راح اشغل السكريبت سلاش لسون 130 شايفين بينوا حاد بعض. يعني خليني ارتبها بشكل افضل. لو انا حطيت هون بدل من هيك حطينا مثلا سلاش تي، وحطيت فوق مثلا هون اي دي سلاش تي سلاش نيم، عفوا هون كمان بدي سلاش تاني سلاش تي سلاش تي نيم سلاش تي برايس. اوكي سلاش ان الدولار رو، ينزل تحت منه كل النتيجة. بسكر هيك عشان ابين لكم كيف هو عم بحط الجدول قدامكم. بلاحظ اذا في تخبيصة بسيطة صلحها هلا نكون خلصنا هالشي شيء. مثلا هاي هون سلاش تي لازم شيء نسيت شو الشغلة. فمنلاحظ انه كيف هو رتب الايديات تحت بعض، النيم هذا البرايس نازلين طريقه المرتبه شايفينهم حد بعض تابيليتد. فاذا هيك احنا عم نعرض الداتابيس. هلا لو كان مثلا في عندي انا انسرت كمان بستخدم نفس الطريقه، بس طبعا بالانسرت بتصير يعني لو كان عندي مسج للانسرت بس مثلا كويري سيت انسرت كويري بتصير مثلا insert طبعا into item بحط طبعا ال ID ما بذكره لانه هذا اوتوماتيك لحاله بكبره، فبتقول له فبتحط له name وال price مثلا واحد عم يبيع سيارات افترضنا، فبتصير value car مثلا 6000. دغري انا بقول له هون خلينا نسخها هي عشان السرعة. اوكي في بقول له insert query اسمها خلصنا. هلا باجي انا بشغل سكريبت. هلا هاي ما راح تشوفوها بس خليني فيني اعمل طريقة انه انسخ هذا الكود اللي هون وفرجيكم كيف اول مرة بتصير، لانه هي اول مرة تذكروا بعدها لحد هلا فيها اربع ايتمز بس تزيد هذا السادس تبع السيارة لازم يصيروا خمسة. فخليكم واعيين لهي النقطة وعيدوا الفيديو اذا حسيتوا انه في شيء ناقص. وبعدين عملنا اثنين تي كي مسج بوكس، يعني بتفقس اول مرة بتشوفوا فيها اربعة، ثاني مرة بتشوفوا فيها خمسة. فبعمل انا هيك، هي أول مرة نشوف الداتا فيها أربعة، تاني مرة يا عزيزي طلع عندي غلط. صح، هيدي هون بدها كويري تانية، نسينا أخذنا الكويري بغلط. طيب يا اخي ما فيش عندك شيء اصلا منك هالقصة.
عنده مشكلة بالسنتكس تبع اس كيو ال. اوكي، المهم هي يعني صاروا خمسة. اوكي، انا بربط على حرف، فصار عندي هون صاروا خمسة، هاي الستة. ماشي، هي بعيد السكريبت كمان مرة وبزيدها، بصير عندي السيارة مرة تانية عشان تشوفوا انه صارت هاي خمسة. تاني مرة صار عندي سيارة وسيارة، بس كل وحدة على الاي دي شكل. فهذا هو الدرس، اتمنى تكونوا استمتعتوا. واذا بدكم معلومات اكثر عن هل سكريبت، اوكي، نفوت على هذا العنوان sqlite.org/tcls-sqlite. راح احط العنوان قدامكم شوي على مكبر. اوكي، ماشي، وهذا كل المطلوب. والسلام.